السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الهراسة دي بتستخدم أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي ومصممة لجميع الفئات، وخصوصا للناس اللي بتعمل محتوى، الطلاب، أصحاب الأعمال، المدونين، الفريلانسر وهكذا. المنصة اسمها ستار سكاي برو أو AI، هي كل شوية بتتطور وفيها عدد من الأدوات زي إنتاج الصور من خلال التكست، وفيها مزايا كتيرة إن شاء الله هنشوفها مع بعض. وممكن تعمل لك مقال، يعمل لك بحث، يعمل لك خطاب إداري، يعمل لك سكريبت، يعمل لك عنوان للفيديو، وفيها تقنيات جميلة إن شاء الله نشوفها مع بعض. طيب خلينا نبص عليها كده بصة. زي ما انتم شايفين ممكن نشوف التمبليت about us، أو عايزين ارتكل أو بلوج انترو، كل الكلام ده موجود. ودي الأسعار بتاعتها لو انت ناوي ان انت تشترك معاهم. فخلينا اقول له ان انا عايز اعمل ريجستر، وبعد كده بتبدا تكتب الاسم بتاعك وتكتب الايميل والباسورد، وتقول له انا موافق، وتقول له ريجستر، ويبعت لك ايميل. كل اللي عليك ان انت تروح الايميل بتاعك وتوثق. هيظهر معاك بالشكل دوت. ممكن تقول له نيو دوكومنتس، وتبدا تختار ايه الحاجه اللي انت عايز تشتغل عليها، ايه التمبليت اللي انت بتفكر فيه. يعني ممكن تقول مثلا ده سوشيال بوست او فيديو سكريبت، هيكتب لك الكلام اللي هتقوله اثناء ما بتعمل الفيديو. مثلا عايز تتكلم عن ايه؟ مثلا انا عايز اتكلم عن ارتفيشال، وبعد كده الوصف، وبعد كده التون. انت بيقولك عايز تتكلم بروفيشنال ولا فريندلي زي ما انت عايز، وتقول له جنريت. فبيقول لي ده السكريبت هتقوله. هايزير ار يو ريدي تو ليرن اباوت سمثينج سوبر كول؟ توداي وي ار جوينج تو توك اباوت ارتفيشال انتليجنت اور اي اي فور شورت. اوكي، ممكن تيجي هنا وتغير التون اللي انت بتتكلم بيها، وتقول جنريت تاني. فيبدأ معاك بالشكل دوت في انترو بارت 1 بارت 2 بارت 3، ويبدأ ان هو يجيب لك ملخص في الاخر بالشكل دوت بحسب الصيغه اللي انت عايز بيها الكلام بيبقى مكتوب ازاي في اي موضوع انت عايزه. وزي ما انت شايف الاوفر فيو تغير عدد الكلمات اللي اتقالت. ممكن بقى تمبليت تقول له فيو اول، وتشوف كل الكلام اللي انت ممكن تختار ان انت تشتغل عليه. مثلا ويب سايت، في صفحه مثلا ويب سايت خاصه بابوت اس، وفي خاصه بيه الاف اي كيو، في حاجات خاصه بيه الريفيو او كذا، فبدا ان هو اشتغل. لو انت ماركتنج برضو ممكن يساعدك، سوشيال برضو ممكن يساعدك، كل الحاجات دي ممكن ان هو الذكاء الاصطناعي بسهوله يساعدك فيها ان شاء الله.